ألو، نعم، مرحبا. مرحبا يا هلا، مين معي؟ أم سارة. يا هلا وسهلا أم سارة. حضرتك سنية ولا شيعية؟ سنية. بتصلي؟ الحمد لله تمام. هلا بخصوص عمر الزواج، انا اللي بعرفه انه مسموح تتزوج وهي باللفه، يعني ممكن الاهل يعقدوا لها القرار. والله لو كانت في حاجه قبل اللفه كمان كان راح يقولون نعم. بالضبط. هلا الزواج، تزوج الفتاه ولو كانت وليده بعدها، لكن الموضوع انه هو انوضع بين الاهل، انه الرب هو رحيم، رب الخليفة لازم يكون رحيم وعادل، ورب الأسرة لازم يكون رحيم. يعني إذا بدنا كل واحد تسلم هو المسؤولية على هذا الشخص اللي زوجه، لكن سن الزواج يعني تكون وليدة تزوج الفتاة. وبالنسبة للبناء ممكن تكون مش بالغة إذا كان جسمها يطيق، تمام؟ يعني أنا بدي أحكي الموضوع بوضوح. هلأ في ناس بيستنوها للبلوغ، هذا بناء لرؤية الشخصية لأهلها أو لهو نفسه صاحب العلاقة. وفي فتيات كانوا يتاخذوا بعمر صغير كتير تعيش مع حماتها ومع حماها، يعني تعرف مرات يكون الأولاد عمرهم صغير وياخذوا البنت وهم يربوها لحد ما تكون جاهزة للزواج. أنت شو رأيك بكل هذا الكلام؟ هلأ أنا إذا بدي أعطي رأيي في الموضوع بالجيل الحالي، أنا عندي بنتين 3 سنين وسنة ونص، يمكن أشوف بنتي 30 سنة بعدها مش واعية، عرفت علي؟ بدك تيجي تتطلع على الأزمنة السابقة، بتتطلع على الفراعنة، خلنا نقول بلا أديان وكانت ناس متطورة، يكون عمرها 8 سنوات أو 7 سنوات ويتزوج هو من أمه وهي تتزوج من أخوها عشان العرق الملكي، عرفت؟ يعني في أشياء كانت تصير في الماضي، حتى اطلعت في التوراة، تزوج على 3 سنوات، يعني يسمح بزواج الفتاة على 3 سنوات إن كانت يهودية، وإن لم تكن يهودية يسمح أن تكون أقل من 3 سنوات. فأنا أجيت أشوف الموضوع، هل الموضوع كان حكر فقط على الإسلام هو اللي ابتدع هاي الشغلة، ولا كان موجود في ديانات سابقة أو حتى لا ديانات؟ في حدا كان يتزوج بالجزيرة العربية بهذا العمر؟ هلأ بالجزيرة العربية، أنا لما رجعت للسيدة صفية أنها كانت متزوجة على 10 سنوات، وكان أبوها يعتبر رئيس دولة، وعمها كان وين مذكورة هذا؟ معلش أنا شفتها والله بالسنة، بس هلأ أجيب لك وين الحديث وين الموجود، مش رح أكون كذابة معك. يعني أنا جبت لك من واحدة كانت يهودية وساكنة بالجزيرة العربية. أنت برأيك هذا الكلام المفروض يكون هيك؟ أنا قلت لك رأيي الشخصي، أنا بالنسبة لي بنتنا عم توصل 20 سنة و25 سنة، أهلها بضلهم يبكوا عليها. لا الآن هو هكذا، ولكن في ذلك الوقت هل رأيك، هل تتصورين أنه ربنا راح يجي يأمر نبيه بأنه يروح ينام مع طفلة عمرها 9 سنين؟ ما هو أنا لما بدي أجي أطلع على كل إشي ربنا خلقه، من بسة من كلب من أي إشي، بكون بعده طفل صغير، مجرد ما تجي علامة البلوغ معناته جاهز للمجامعة، معناته ربنا لما بيعطي لعمرها 8 سنين أو 10 سنين أعطاها علامة البلوغ اللي هي الدورة الشهرية، معناته هيئها لهذا الموضوع. الدورة الشهرية مش علامة على أنها جاهزة للمجامعة، كلامي غلط. يعني أنا بشكل عام أنه كان في ربنا يأخذ كلامي غلط أختي، لأن الدورة الشهرية هي حالة جديدة تطرأ على هذه المرأة، وهي ممكن تكون جاهزة للجماع، ولكن ليس بالضرورة تكون جاهزة للجماع. والدليل على ذلك أنها ممكن تجي لها الدورة في عمر 6 سنين، 5 سنين، 4 سنين، 6 سنين، 7 سنين، فهذا كيف أنا أروح أجامع طفلة بهذا العمر؟ هو صحيح بتتكلم، أنا بالنسبة لي مش منطقي، بس برضو لما بدي أجي أطلع على التاريخ أو الماضي، لما ربنا اختار السيدة مريم وتحملها على عمر 12، وين هذا الكلام؟ وين هذا؟ موجودة عند كتب المسيحيين بالإنجيل. هذا أنا كتاب المسيحي عندي، هذا الآن وين موجود؟ طلعي لي. هلأ بتقول لي أطلع. ما واحد يقول لكم كذبتين تروحون تصدقوه عشان تدافعون عن النبي محمد، تروحون جالسين تطعنون في الأمم الأخرى. طيب هلأ الفراعنة ما كانوا تجوزوا بعمر صغير؟ لا، كانوا كلهم يستنوا للعشرينات ولا لا مثل العشرينات، ولكن قطعا ما في فرعون تزوج واحدة عمرها 6 سنين. أنا للأسف ما بيحضرني الماضي، بس يعني التاريخ كله ما بيحضرني، بس أنا برجع بقول لك إنه في الدين حتى لو كانت وليدة تزوج، عرفت علي؟ يعني مش هقعد أقول لك لازم لتبلغ وكذا، بس الموضوع يوضع حصرا بالأهل. على واحد يزوج وحدة وهي لسه ما عندها إرادة، يعني حتى كانوا يقولوا البكر لما بدك تستشيرها لازم بس إنها تسكت، الثيب هي اللي بتعطيك. كيف الواحد يزوج طفلة
وهي لسه ما بتعرف تتكلم بحفاظتها يعني. ها شايف يعني، ما هو برضه بدك ترجع تحكي هذيك الفترة كانوا يؤذوا البنات يعني، ولا تقتلوا أولاد. بغض النظر كيف الواحد يتزوج وحدة لساتها بالحفوظة تبعها؟ ما هيك بتقولها، هيك قلتها، بس أجي أقول لك إنه ممنوع. لا عادي يعني، يجوز. وكيف يجوز. إذا يجوز كيف هذا يكون دين من عند الله؟ يعني ما عندي جواب يعني، انه كانت الفترات تتغير، في ناس تكون ميته، في ناس مش لاقيه طعم اولادها بحطوها عندهم، ما بعرف. مثل ما بنشوف هلا في شعوب صارت تتزوج بناتها لاي حدا يمرق بالطريق، وتعطي بنتها ويتزوجها، ما بنلاقي الا بعد يومين عمل فيها جريمه او قتلها او عجب عليها او اشتغل عليها، صح ولا لا؟ ما بكون سائلين على العريس، بكون مرق طريق بياخذها بضله طالع بسبب الفقر. بس يعني هل هو الموضوع اجباري انه تزوجوا بناتكم على عمر صغير؟ مش اجباري برضه. هل مجبور كل شخص انه يتجوز 4 نساء؟ مش مجبور. اللي ما بده يتزوج ما يتزوج، واللي من لم يستطع منكم الباء يعني من استطاع الباء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصيام. يعني قصدي في نزل تشريعات لكل شيء، اللي بده يتجوز صغيره فيه، اللي ما بده يتزوج بيقدر، عرفت علي؟ اللي بده ياخذ 2 و3 و4 بيقدر. بس كيف شريعه تاتي من عند الله تامر بزواج اطفال وبممارسه الجنس مع قاصرات وبإدخالهم في هذا القفص الزوجية؟ هو حتى لو ما كانت بالغة يسمح بالمفاخدة يعني. أنا شفت رأي علماء لما بقرأ، لو بستغرب من هذا الكلام ما بقول لك إنه الموضوع يعني أنا بأيده 100%، بس هذا اللي كان موجود يعني بهذيك الأزمنة أو المتعارف عندهم يعني، صح ولا لا؟ أنا عم بحكي يعني اللي قرأته. عند البعض يقول ذلك، ولكن كيف هذه شريعة من عند الله؟ لسه السؤال قائم. طيب ما هو أوكي يعني بحكي لك شغلة، أنت بتلعب كتير بالمخ وبالأعصاب بهاي القصص، بس لما بكون واحد مثلا مرتاح للدين كل الجوانب، بس في بعض الشبهات اللي موجودة فإحنا منغض النظر عنها لأنه إحنا مش عايشينها. إحنا ماشيين هلأ صرنا على قوانين أنه بعد ال 18 بناتنا بيتزوجوا. حضرتك من وين أختي الكريم؟ من الأردن. الوضع يمكن شوية مختلف عندكم، عرفت؟ فما عندنا هاي الفكرة. كيف أنتوا مش وفي هذا موضوع الزواج قد يكون شوية مختلف عندكم، ولكن في مواضيع ثانية مش مختلف كثير عندكم. يعني إحنا على ذلك أنه 3/4 الناس اللي راحوا لعند داعش في مراحل أولية كلهم كانوا من الأردنيين والسوريين. أنا يعني والله أولاد بلدكم، أولاد بلدكم راحوا يطبقوا شريعة النبي محمد فتحولوا إلى إرهابيين، ولا زالت بلدكم تعاني من ذلك. وتفجيرات عمان اللي فجروا في الفندق أيام متى كان 2004 وهكذا، لما مات فيها العقاد، لسات جروحها لم تندمج، وللسه أولت مبارحة عدم ساجد الريشاوي. طيب ما حدا بأيد هذا الموضوع يعني، هذا إرهاب. ما بأيد لكان أبو محمد الطحاوي وعمر زيدان وأبو محمد المقدسي وكل هذول الناس من منظري السر، والآن عندكم أكبر إرهابي في الأردن أبو قتادة الفلسطيني. كيف الموضوع ما حدا بيتبعه؟ وأتباعهم هذول بعشرات الآلاف كلهم قنابل موقوتة في بلدكم. بس ما في ربنا ما سمح إنه تقتل الناس آمنة وتدخل لهم على حفلة وفيها أطفال ونساء وتقتلهم يعني، ما سمح يعني. وصراحة يسمح بذلك، لأن النبي محمد لما سألوه أنهم يغيرون على أقوام فيصيبون منهم النساء والذرية، قالوا أنهم يبيتون أناس يعني بالليل يروحوا يهجموا فيقتل النساء والأطفال أحيانا، فقال هم منهم عادي، يجوز ذلك عند عدم القدرة على التمييز. ولذلك هذول اللي فجروا جعلوا هذه النصوص قدام عينهم، وهم من العراقيين والأردنيين والسوريين وكل هذول الناس. يعني أنا المقصود بقول لك بشكل عام، لما بتطلع بالحضارات بالتاريخ بالثقافات، هلأ ما بتحضرني أعطيك المراجع اللي قرأت منها وكذا، أو حتى في الأديان وشفت يعني، ناقشت مرة مع يهودية، هلأ بتقول إحنا كان عندنا تعدد، بس هلأ إحنا في الدولة ممنوع عندنا الزواج، زوجة واحدة، صارت دولة علمانية، لكن بالأساس بالتوراة يسمح بالتعدد خلنا نقول، والنساء عندهم محجبات وعندهم الزواج من الطفلة الصغيرة، ولسه عندهم المرأة نجسة يعني بالضبط، عرفت علي؟ يعني أنا لما بدي أقارن ديني برجع للمسيحية، برجع لليهودية. لا ترجعين للمسيحية، قارني بما هو الأفضل ليس بما هو أسوأ. أنت دينك أصلا ما أخذتها من اليهوديين يعني من اليهود.
يعني أنا فاهمة عليك اللي بتحكيه، بس بشكل عام هلا كرسالة إسلامية، إحنا هلا مش قاعدين لا بنحارب ولا بنزوج أطفال ولا بس انتم ما بتحاربوا لانه ما عندكم قوة، ولكن لما يصير عندكم قوة بتحاربوا، والدليل ما فعلته داعش. اول ما صارت عندكم قوة، وانتم، انا الان اجزم لك يا اختم سارة، الان لو النظام الاردني سقط، نصف الاردن راح تتحول الى دولة اسلامية تحكم بما كانت تحكم به داعش، لان السلفيين في الاردن يعني مثل الرز في الصين. واذا انتم تعتقدون ان دولتكم امنة، صراحة مش امنة، دولتكم فيها كعدد كبير جدا من السلفيين، وكبار منظري السلفية الجهادية موجودين في الأردن، أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، أخطر اثنين نظروا للسلفية الجهادية من ناحية الكتابة. أو الزرقاوي هذا يعني هو ما يعتبر من المنظرين، إلا يعني هو عرف فيما بعد، ولكن أبو محمد المقدسي هذا حياته كله بالسجن عندكم، وعمل من الطلبة الآلاف، وأبو قتادة الفلسطيني بعد ألعن، يعني بعد ما كان في بريطانيا رجعوا للأردن، واثنيناتهم كتاباتهم وكتبهم ومقالاتهم ومنشوراتهم ومواقفهم يعني بنى تيار كامل من الإرهابيين. فذاتي إذا تعتقدون أن أنتم ما بتعملوا، لا أنتم ممكن تصلوا، حتى داعش هذه، والله داعش هذه أختي الكريمة، داعش هذه لولا أمريكا والله كانت راح تأخذ الشرق الأردن بكل بساطة، بكل بساطة، وكانت في هناك قبائل أصلا يعني أعطوا بيعة بالسر لأبو بكر البغدادي، وكانوا بالفعل ينتظرون أنهم يهجموا على الأردن ويحكموا هذه المناطق ويعملوا انقلاب من الطرفين، يعني هذول يهجموا هذول من الداخل يعملوا الانقلاب. لذلك إذا تعتقدين أنه أنتم وضعكم، لا مش هذا الوضع. طيب بس هلا بخصوص امور السياسه، يعني هلا انت بلاقي مثلا بكوريا الشماليه او بالصين اذا حدا بده يعمل ثوره او انقلاب او تمرد على الحاكم ما بيعدمه، يعني ما بصير اعدام عليه؟ اكيد، لانها يعني دول مجرمه. ما هذا اللي بقصده، يعني كانت دوله الها دين او ما الها دين، او دول اوروبا، اي حدا بده يعمل ثوره او تخريب او فساد بينحكم عليه بالاعدام، والناس كلها بتايد لانه احنا ما بدنا حدا يخرب. يعني انا مش ضد اللي بتعمل الاردن، انا بقول انه انتم اذا تعتقدون انه وضعكم في امن هذا كلام غير صحيح، لانه انتم ممكن في اي لحظه هذول الإرهابيين يطلعوا برأسهم من عندكم. ولو النظام الأردني اليوم سقط، هذه الأردن راح تتحول إلى دولة إسلامية، هذه مناطق العشائر أصلا كلها راح تروح تبايع لها كم واحد صعلوك من السلفيين ويقيموا دولة إسلامية مثل ما فعلوا في العراق وسوريا. ما بعرف، بس أنا هلأ عندي سؤال لإلك، يعني إنه الإسلام لما ما في ولا إشي ولا إشي ولا إشي انت بتأيده، يعني ما في ولا تنتو فبتأيده بس كله ضده، يعني مثلا انا ما عندي حاجة اسمه اسلام، عندي حاجة اسمه كل واحد يفسر الاسلام تبعه على هواه. الاسلام الذي موجود في الكتب وفي عند الفقهاء هذا ما فيه اي حاجة جيدة. الاسلام اللي موجود عند الناس اللي يعتقدون فيها الصدق والسماحة وحسن الاخلاق هذا امور جميلة جدا. الإسلام اللي موجود في القرآن وفي الأحاديث ما فيها شغلة جيدة صراحة، كل شغلاتها حتى الأمور الجيدة فيها تكون مشترطة بالإيمان، يعني قمة العنصرية. إن من آمن بالله وعمل صالحا أو عمل صالحا، أنت لما تقومين بقتل إنسان كافر هذا في الدين يسمى عمل صالح. اللي بيعمل فساد في الأرض خلنا نقول، يعني مش فساد فقط لأنه ما بيعبد إلهي. طب قد ايه كان في منافقين موجودين وما حدا عرف عنهم ولا حدا مسكهم ولا أي شيء؟ يعني أي واحد بده يكون كافر بيكتم كفره، يعني أما اللي كان جاهر بالمعصية وبده يعمل انقلاب وفساد هو اللي كان يؤمر هو بقتله. ثلاثة أمور مش مرتبطة ببعض، يعمل معصية ويجاهر بالمعصية ويعمل فساد وانقلاب، الانقلاب هذا له حكمه اللي على جنب. موضوع الفساد، هذا الفساد أنا إذا ما أروح أصلي يسموني فاسد ويسموني كافر ومرتد. موضوع المعصية هذه أنا إذا حبيت وحدة وجالس معاها بتكلم بيسموني أنا أجاهر بالمعصية، أنا إذا حلقت لحيتي يقولون عني أنا مجاهر بالمعصية، أنا إذا صبغت شعري ولحيتي بالأسود يسموني أنا مجاهر بالمعصية، المرأة إذا ما لبست الحجاب راح يسمونها عاصية ومجاهرة بالمعصية. لذلك موضوع المعصية وهذا مجاهرة بالمعصية هذا كلام فضفاض يدخل في صميم الحرية الشخصية. طيب
ما بعرف يعني ايش. طب ايش بتشوف يعني المنهج اللي لازم الناس تتبعه، يعني مش كشخص، كدولة، كمجتمع؟ كل مرة بيطلع لك ناس معارضة وناس بتخرب وناس بتسرق وناس بتقتل وناس بتعمل جرائم. أنا بقول طالما هذا الدين موجود في هذه البلدان، هذه البلدان ما تستطيع أن تتطور وتصير دول محترمة. تخلصوا من هذه الشريعة وتبعاتها وانتوا راح تتطورون، لأن وقتها راح تقدرون تفكرون خارج إطار الله والرسول، راح تفكرون في إطار أنا إيش هو، إيش هي أفضل الدراسات عشان أطور بلدي. طالما هذا الدين قدامكم أنتم ما راح تسألون العالم، راح تروحون تسألون الشيخ، ما راح تسألون الطبيب، راح تسألون اللي بيعمل الرقية الشرعية، ما راح تروحون ترسلون أطفالكم عشان يأخذوا دورات مكثفة من الكمبيوتر ومن العلوم التنموية ومن المسائل التي تفيد حياتهم، راح ترسلوهم في الصيف عشان يروحوا يحفظوا القرآن. وطالما هذه الأمة مرتبطة ب 1400 سنة ما راح يجي من وراها. بس انت ملاحظ انه الدول اللي فيها المشاكل الكبيرة اللي بتعاني من الفقر والجهالة، يعني الامارات ما فيها هيك، السعودية ما فيها هيك، قطر ما فيها هيك، مع انه اغلب الشعب كله ملتزم ومتدين وعايشين بخير وسلام. الشعب مش ملتزم ومتدين، الشعب قبلي، سواء في قطر او في الامارات. في قطر هذول الناس ولا لهم علاقة بالالتزام، في الامارات اصلا قسم بالله اكثر من اليهود والنصارى، انا معذرة ما في حاجة اسمها النصارى، ولكن يعني اكثر من هذول من الناحية الاسلامية. الشعب الاماراتي ليس له علاقة بالدين. السعوديين نعم في منهم فئات كبيرة متدينة، ولكن نحن رأينا في الكرنفالات وفي المهرجانات وفي الاحتفالات رأينا هذا الشعب المتدين. ثم هل هذول الناس وضعهم جيد بسبب أنهم قدموا حاجة للبشرية، ولا بسبب أن عدد سكانهم قليل والبترول عندهم في أعلى درجات؟ هذول ما قدم، يعني هذه مش ألمانيا بسبب صناعتها اتطورت، هذه مش السويد بسبب صناعتها اتطورت، هذه مش يعني دول صناعية، وإنما هذه الدول عايشة على البترول، دول مستهلكة. يعني شو راح تقدم يعني هذه دول للبشرية؟ ولا حاجة. تقدم مدن سياحية، تقدم أماكن ترفيهية، أنا عندي فلوس، تقدم مأوى مثلا الإمارات مأوى لغسيل الأموال في العالم. كل الناس تبع العملات المشفرة والمحتالين والنصابين كلهم موجودين في الإمارات. لذلك شو هي الإمارات؟ يعني صحيح هي دولة رائعة جدا من ناحية للسكان، لكن هي دولة يعني في غاية ملاش أي حاجة. يعني شوية محمد بن زايد حاول أنه يعمل على مجال التكنولوجيا وكذا، وكذلك محمد بن سلمان الآن بيحاولوا أنه يخرجوا من هذه الدائرة واستهلاك النفط وكذا، وتحول السعودية إلى دولة لا تعتمد على النفط يعني. ولكن نشوف هذا الكلام وين راح يوصل. لذلك في ولكن هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تركوا الدين أصلا. محمد بن زايد أصلاً ما له علاقة بالدين، محمد بن سلمان كمان يعني عمل انقلاب ديني داخل السعودية. أما قطر هذه كلها مليون شخص، يعني القطريين أصلاً ما يصلون إلى المليون اللي هم سكان البلد. طيب أنا هلأ سؤالي يعني إنه إذا أنت يعني مش مآمن بأي شيء من الأنبياء، يعني إحنا في عنا أماكن اللي هي قوم لوط اللي صار فيهم الخسف، يعني في دلائل، في عنا أهل الكهف اكتشفوها جديد اللي انذكرت بالقرآن، يعني بشكل عام ما عندك ابدا وجود لا لله ولا للانبياء ولا للتاريخ الموجود؟ هلا بشكل عام بقول طب اهل الكهف عندنا هاي موجوده جديد اكتشفوها، ما كانت ايام الرسول، نقعد نقول ايام رحلته بالشام كان يروحوا، صار يحكي قصه اهل الكهف، عرفت علي؟ الموجوده عندنا بمنطقه الرقيم يعني. برضو البتراء بعد الدوله العثمانيه اكتشفوها جديد، يعني بالالف اخر ال1800 او بدايه ال1900 اكتشفوها، اللي هي الأنباط اللي هي قوم النبي صالح، عرفت؟ فما بعرف شو رأيك بهاي القصص، يعني حابة أسمع دامك بتعرف بالتاريخ. أولا قصة أصحاب الكهف هذه كذوبة، لم تحدث في يوم من الأيام. طب موجود الكهف، رحت زرته؟ كيف؟ موجود الكهف، رحنا رحلة عليها. أكيد أي كهف، أنا ممكن أروح ألاقي لك أي كهف وأقول هذه قصة، هذا كهف النبي آدم، عادي جدا. ولكن كذب، ما في لا قصة أهل الكذب كهف ولا شيء، ما يوجد. قصة أهل الكهف هي عبارة عن قصة ملاش علاقة لا بالحقيقة ولا كذا، قصة مؤلفة، ما فيش حاجة اسمها أهل الكهف. أهل الكهف هذا القرآن اللي أتى وقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل لا يعلم بعدتهم إلا،
مليح قصة مش حقيقية أصلا. وهذه القصة اللي شوية شباب بيروحوا يناموا في الكهف 300 سنة، كذب، ما في حدا بينام 300 سنة، بتموت على طول. ثم إيش هذا اللي معاهم كلبهم باسط ذراعي بالوسط؟ إيش هذا كان؟ ثم إيش الدليل على أنهم وجدوا هذول الناس يعني؟ يعني وين هو الكلب الذي مثلا إحنا وجدناه تبين أنه بقى لمدة 300 سنة قبل ما يموت، اللي بعد ما عملنا الفحص، وين هم هذول الشباب اللي إحنا لقيناهم وعرفنا أنهم ينتمون إلى تلك الحقبة؟ ما في هذا الكلام يا عزيزتي. أما النبي صالح قصة مكذوبة، من يعني هذه قصة أنا أحترم النبي محمد أنه قدر يألفها، قصة مؤلفة بامتياز ما لهاش علاقة بالحقيقة. صالح إيش اللي راح يجي يطلع لهم ناقة من الـ من الـ من الصخر؟ شو هذا الكلام؟ فيش هذا الكلام يا عزيزي. ولكن كان في ناس في هذه المنطقة، منطقة ثمود اللي بيسموها، كان في ناس عايشين هناك، وظهر إنه ما أدري شو صار فيهم، ويعني هاجروا المنطقة أو كذا. هذا كان موجود أيام النبي محمد أصلا، لما ذهبوا يعني قالوا راحوا لمناطق قوم ثمود يعني. طيب وقوم لوط البحر الميت، قصص كلها قصص خرافية. طيب والبحر الميت اللي هي قوم لوط؟ قوم لوط ما فيش قوم لوط أصلا، قوم لوط قصة يهودية ما لهاش حقيقة. طيب أنت ولا إشي حقيقي عندك؟ ما فيش حقيقي، ما فيش عليه دليل، أساطير يعني. يعني احنا صار لازم يجينا يا اما نبي يا اما تصير معجزات عشان الواحد يصدق، صح؟ احنا عندنا نبي وعندنا المعجزات موجود جوا رؤوسنا، ولكن لما ما بنشغلها بنروح نتبع مثل هذا الهبل. والا ربنا اعطانا افضل من اللي موجود في كل مكان، في كل الكتب وفي كل الجامعات، اللي هو هذا الدماغ اللي موجود جوا رؤوسنا، هذا الدماغ اللي صرنا نقدر نعمل فيه لقاحات عشان نحمي الاطفال من الشلل ومن الامراض، هذا الدماغ الذي جعلنا نعمل قلوب صناعية، هذا الدماغ الذي جعلنا ننقل كلية من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر، هذا الدماغ الذي جعلنا نستطيع أن نطول حياة الإنسان ونقدم له أعلى درجات الحماية والرعاية، هذا العقل الذي جعلنا نطير في السماء، نغوص في أعماق البحار، هذا العقل الذي جعلنا الآن واحد مثلي جالس معاق على كرسي متحرك بيروح بيطلع مثل ما بده، لأنه كرسي وكهربائي، بيروح يركب سيارة لأن هذا العقل ضبط له حياة كريمة واستطاع أنه يشتغل ويروح ويعمل ويدرس ويعمل أي حاجة. هذا هو، إذا في ربنا أعطانا حاجة للهداية فقد جعله جوا رؤوسنا، ما جعله في كتب وعند ناس وأنبياء وكذا. وأي واحد يأتي ويتكلم باسم الإله يعرف على طول أنه كذاب. الله إيش اللي جالس يكلمني أنا وأنت وذاني؟ شو هذا؟ أنت أصلا ممكن ما تكونين يعني من ضمن اهتمامات الله، ولكن إذا هو أعطاك شغلة عشان يناسبك في حياتك، هو عقلك هذا يناسبك في كل مكان. لما قبل ما يطلع تطلع الهواتف الذكية كان عقلك مناسب لتلك المرحلة، لما قبل ما يطلع الفيديو والتلفزيون وهذه الأمور كان عقلك مناسب لتلك المرحلة، لما طلع التلفزيون صرت تتعلمين كيف تستخدمين التلفزيون، طلعت الهواتف الذكية صرت تعرفين تستخدمين الهواتف الذكية، عقلك دائما. أنا والدتي عمرها 72 سنة ولا زالت يعني تقدر تستخدم الموبايل وعندها فيسبوك وعندها دنيا وعالم وحياتها وواتساب وماسنجر وحياة جميلة. ليش؟ رغم أن هذه والدتي يعني في بدايتها ما كانت تجيد الاستخدام الهواتف البسيطة القديمة. وليش؟ لأن عندها عقلها مناسب مع كل التطورات. الله ليش راح يبعث لي نبي اللي راح يكون لفترة واحدة؟ لا، يعطيني شغلة يكون مناسب لكل زمان ومكان. طب انت امتى صارت عندك هاي فترة التحول؟ يعني لما صار التحول هذا عندك ما حلمت احلام مزعجة، ما خفت، ما صابك مثلا تأنيب ضمير، او مثلا اهلك اذا عارضوك؟ يعني عادي هيك بيوم وليلة قررت تترك كل اشي وكنت مقتنع، ولا كنت بسرعة؟ اهلي الان يعني يشوفون اللي انا بعمله كثير جيد، ليش؟ لانه هم اصلا ناس محترمين وناس بحياتهم ما أذوا ذبابة، ما عندهم هذه المشاكل. والدتي بتصلي وبتصوم وكل حاجة، ولكن ما لها علاقة بهذه. هي بتعرف أنا ما أقصد هي كشخص، هي بتعرف أنا لما بتكلم في هذا الدين أنا بتكلم في هذا التراث، في هذه الشريعة، وهذه الشريعة والدتي ترفضها مثل ما أن الغالبية الساحقة من المسلمين يرفضوها. ما يوجد مسلم
الا قليل. انت شفتي كل الاخوه اللي بيصعدوا معايا، اقول لو تريد ان نطبق نجيب دوله نحكم فيها بالشريعه الاسلاميه كلها، ما حدا بده الشريعه. اللي بتقول له نزوج بنتك 9 سنين بقول لك لا، اللي بتقول له نقتل امك او ابوك اذا ارتدوا بقول لك لا. فاهم كثير من عليك. المسلمين ما بدهم هذه الشريعه، ولكن كثير منهم في نفس الوقت اذا سنحت لهم الفرصه ممكن بسهوله ينزلقوا ويصيروا اتباع لهذه الشريعه، مثل ما حصل في العراق وسوريا. خلاص تمام ماشي الحال، يلا يعطيك العافية.